عضلة الكعبرية، هذه العضلة اللي قالها الكعبرية براكيوريديالس، هذه العضلة وايد تشتغل مع البايسبس في أوضاع معينة، خاصة إذا كانت الإيد بوضع نيوترال بشكل أو بوضع اللي احنا نسميه برونيشن. برونيشن أو نيوترال تشتغل وايد وياك عضلة الكعبرية، زين، خاصة مع البايسبس إذا أنت قاعد تشتغل البار اللي يسمونه زجزاج، أنت قاعد تشغل كذلك معك العضلة الكعبرية. هذه العضلة الكعبرية بالسواعد هي متصلة بعظم الراديوس، عظام الراديوس وعظام السسمة، العظمة العضد البراكي، عضلة البراكي زي عظام، فهي متصلة بينهم أو يسمونهم سم يعني هيومرس، عظام هيومرس هي متصلة بينهم، هي تسبب الحركة هذه، خاصة مثل ما قلنا إذا كان وضع إيدك بهالشكل مثل المطرقة احنا نقول عنها، أو إيدك بهذا الشكل اللي هو برونيشن، زين. ولكن تمارينها وايد قليلة، يعني شباب وايد يملون منها، مرات يقول حاولت بس وراها تطلع. نعطيك بعض الحلول، ماكو مشكلة. تمرينها شوية غريبة اليوم، راح استخدم جهاز كيبل، تحط البكرة تقريبا على مستوى راسك كتفك، تكون عالية شوية بهالشكل، وتروح قدام، زين، شبه معاها، يعني مو ورا، لا شبه معاها بهذا الشكل، زين، وشوي بستاخذ مسافه عشان انه لا يطق الكيبل لان الحبل طويل. وش تسوي؟ وتسحب للخلف، الكوع ثابت وتسحب للخلف، لاحظ كيف تسحب للخلف بهذه الطريقه. ليش هذا التمرين؟ مرات بعض الشباب يعلقون، تلاحظونهم يعلقون وايد، كابتن شد تمرين، واللي يقول تأليف، واللي يقول الله يسامحهم كيفهم. بس الفكرة منها إذا التمرين ما ينفعك مو معناه أنه غلط، مو معناه أنه تمرين خلاص تقطع، يمكن ما ينفعك أنت لكن يمكن غيرك وايد، زين. فأنا نعطي بعض الحلول، الحل إذا ما ينفع وياك ينفع مع غيرك، والعكس صحيح. إذا أنت مثلا حلول وايد ما نفعت وياك، تمارين كلها قاعد تسويها مرات تطلع وياك، جرب الحلول اللي نعطيها. من ضمن مثل هذا الحل تمرين غريب بهذا الشكل، كوعك تقريبا شبه ثابت، يعني لا تسحب كوعك كذي، لا ما تسحبه، لكن شبه ثابت تقريبا، وتسحب كأنك تبي تسكر هذه من خلف. هذه الطريقة راح تشغل الكعبرية. ليش؟ لأن يصير فيها ستريتش، صاير حق الإيد ستريتش. أوضاع الثانية اللي أنت تسوي فيها كعبرية ما يكون فيها سرج، إلا أوضاع قليلة جدا مثل تعلق فوق بالبار وتسحب يصير فيها سرج، صح، ولكن مثل هذا سرج هو سهل، تتحكم بالوزن اللي تبيه.